يسعد صباحكم معنا جديد، واهلا وسهلا كمان مره بكل انضموا لنا عبر برنامج جوك اللي بنعرض مباشره في هاي الاثناء على منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بطقس العرب، وكمان تقدروا تنزلوا تطبيق طقس العرب لتشوفوا البث المباشر. هلا معنا ضيفه كثير مميزه واحنا صدفناها للمره الثانيه، اكيد طبعا بفصل الشتاء دائما بنصاب بحروق، يعني اكيد بتكون بين بالغه لطفيفه بسبب استخدام متكرر او بكثره للصوبات وطبعا المياه الساخنه وحتى للقرب. معنا اليوم صيدلانيه رشا مناصري. يسعد صباحك مره ثانيه يا رشا، يعني مبسوطين انه صرنا نشوفك كثير بمكاتبنا. خلص يعني احنا جيران واصحاب، خلص صرنا. حبيبتي يسعد صباحك اول شيء، وشكرا كثير انك دائما عم تيجي على يعني الصبح بكير شفتي نشاط نشاط، بس يعني صراحه حلو. ما بعرف اذا نشاط كثير انا بالنسبه لي، بس انه وضع منيح الحمد لله. معلش ساري يعني ما بعرف، الله يسامح اللي كان السبب. الله يسامحك يا محمد. طيب رشا، بالبدايه اكيد احنا بنشوف خصوصا بفصل الشتاء يعني كثير ناس بيكون على جسمهم على جلد معلم اثار حروق، وهم نفسهم بعرفوش من شو، احكي لنا اكثر. هلا القصه وما فيها، بما انه كنتوا قبل شوي بتحكوا عن الطقس وممكن عاصفه وممكن هذا البرد الشديد اللي رح نتعرض له، في نقطه اساسيه عم نشوفها نحن عندنا بالصيدليه هي موضوع القرب. يعني بتوقع كل بيت اردني فيه قربه اكيد، ولكن المشكله هاي عم توصلنا. يعني بحكي لك، بقدر احكي لك بشكل يومي، احكي بشكل يومي خذي راحتك. بشكل يومي عم بيوصلنا ناس عندهم حروق مخيفه من القرب. فكره القربه هي انه هي مي ساخنه، هي الناس ما عم بيعرفوا كيف يستخدموها بطريقه صح، لانه هي في الاساس بجوز حتى اعمل لكم فيديو صغير انه كيف لازم القربه تتعبى. عاده الناس بيجيبوا هالمي اللي بتغلي مش مي ساخنه، واحده من الناس بمسكوها خلينا نتسي نحكي انه هاي القربه، بوقفوا على المجله وبصير يعبوها بهاي الطريقه، بحطوا من الكتل وتكون على جسمهم. فبتجينا حالات حروق، تخيلي بتكون منطقه الصدر والبطن والاقدام نتيجه طريقه التعبايه الميه الساخنه، لسه هو مش مستخدمها. ثاني نقطه عندنا اياها لما يعب القربه، لازم اول شيء بطريقه التعبايه ما تنحط مي ساخنه، مي مغليه، لازم مي دافيه. ثاني شغله القربه، عاده الناس بمسكوها بدلهم يعبوا 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 لتصير انها تقريبا كلها معبيه. في الاساس القربه لازم بس نصها يتعبى مي، وثالث شغله بتركوا فيها الهواء، فهي بصير زي كيف هي مي ساخنه وجواتها بيحطوها بقربه اللي هي كلاتها هواء، فلما الشخص يستخدمها في احتماليه تنفجر وتحرق له جسمه. فلازم القربه انه لما انت تعبيها على المجله انها ما تكون باتجاه جسمك. ثاني شغله مي مش ساخن، مش بتغلي مي ساخنه. ثالث شيء انك انت لازم تفرغها من الهواء، ورابع شغله لازم تسكرها وتتاكد انها مسكره. فهاي هي النقط الاساسيه عشان نحمي حالنا من حروق الايش؟ القرب، لان المي المغليه هاي اذا بتيجي على الجسم تعمل تشوهات. فنحن هاي دائما نحكيها للناس، بس للاسف مش كثير عم بتبعوا هاي النصائح. بس يمكن انا واحده من الناس اللي بعبيها مي سخنه بتغلي، لانه هي مبطنه كثير، يعني لتوصل الحراره لجسمك يعني اول ما كنا لابسين كثير اواعي ثقيله بالشتاء، توصل الحراره بدها كثير وقت. بس يعني هي ايش صح، معاكي حق، يعني وخاصه نحن بنحب ندفي اقدامنا واحيانا هيك على يعني على الجسم من فوق. فالفكره عندنا اياها هي رح تاخذ وقت، مثلا هي لما تكون مي ساخنه كثير بدك 5 دقائق لعبين ما توصل الحراره للقربه كامله، لو مي دافيه بجوز تحتاج 10 دقائق لعبين ما تدفى كامله. فنحن جسمنا مش بحاجه لحراره فوق ال 100 عشان تدفي، على 50 60 ممكن القربه تدفى وتساعدنا تفك هاي البروده الشديده. فهاي نقطه اساسيه. انا ما بعرفش كيف مره ربنا هيك خلصني، كنت معبيه القربه ومش مسكره كثير منيح الغطاي من فوق، بس الحمد لله كانت المزه حقيقيه يعني سخنه بس دافيه، يعني ممكن الجسم يتحملها وفزرت. يا الله مي كله، بس ما صار شيء. كانت نوعا ما. طب سالي بتعرفي كم من سنه ممكن الواحد يحتفظ في القربه؟ نحن عندنا اياها بتمام. نحن عندنا اياها بجزء من ايام تيتا، الكل بيحتفظ فيهم. هي اقصى شيء لانها عباره عن ربر وبلاستيك، فانه له صلاحيه مع المي الساخنه. هاي القرب اللي بنحكي نحن لسه النوعيات المنيحه مش النوعيات الاقل جوده، سنتين بالكثير. فبعد السنتين لازم الشخص يتخلص، فاذا هاي القرب لازم الواحد يتخلص منها. وفي نقطه اساسيه. طب ليش كمان؟ تحوش بكتيريا؟ هلا اجمال ما بهمنا البكتيريا، نحن لو ايش ما يصير فيها تشققات؟ البلاستيك نفسه مع المي الساخنه فيه عوامل تمدد وتقلص، فبعد سنتين زمن من الاستخدام، يعني بتحكي مثلا عن عدد مرات، بتحكي عن 60 70 مره استخدام الربر نفسه او البلاستيك اللي بغطي الغطايه تبعت القربه هاي، خلص ببطل له التسكير او ببطل سيلد بطريقه صح، فاحتماليه انها تنفجر بتكون اعلى، البلاستيك نفسه بدوب. فاحتمالية انها تنفجر بتكون اعلى، احتمالية انها تنفجر
او تسرب وتسرب. وفي نقطة أساسية ثانية، الناس بيناموا هم عابطين القربة. برضو أنا كنت واحدة من الناس اللي كنت أنام وأنا عابطة لأنه بتفف بنعصب أنا. هاي برضو أن الواحد مش لازم يعملها. بس في بدائل موجودة هلا صارت في السوق، إشي لطيف كتير. إذا عمرك شفتيهم هدول البين باكس، هدول اللي بيكون فيهم يا بذور أو بتكون فيها هيك محطوطة بي، بتكون بكيس قماش ومحطوط فيها بذور صغيرة أو حبيبات رمل، بتحطيها في الميكروويف بتدفيها وبترجعي بتطويها وبتستخدميها، بتتحط على الأقدام على شو نفس البين باك تبعت ال في منهم في أشياء صغيرة بتكون هي هاي زي القرب الصغيرة خصوصي لهذا فحتى بتنباع بالصيدليات وتنباع بالمحلات بتوقع الأدوات المنزلية. يعني إشي آمن أول نقطة، وتاني شغلة ما بيعمل حروق، وتالت إشي هي سعرها يعتبر إنه برضو هي ريزونبل، يعني بجوز 7-8 دنانير بتوقع إنه هو سعر يعني بقدر أي حدا to afford it. وفي ناس ما بيقدروا يتحملوا هيك سعر لقربة صراحة، يعني في ناس عن جد ما بيقدروا، بس إنه في حل. ومنقدر كمان يعني حتى يعني ممكن حتى نساعدكم نبعت لطقس العرب في فيديو صغير كيف تنعمل قربة في البيت أكيد. من البين باكس من البينز نفسهم من الفاصوليا والعدس وهدول بتنحط بكيس قماش وبتتخيط بطريقه معينه وبتحطيها بالمايكرويف وبتصير هي هاي بكلفتها تقريبا 3 دنانير دينارين من اشياء في البيت خلص بتعمل قربه بالضبط. هيك بتكون التكلفه على الناس، يعني انا شفت مثلا قربه حقها 7-8 دنانير ما بشتريهاش، يا لهوي كبير هذا النار ما راح اشتريها. هي المشكله سالي ايش بتصير الحروق للاسف، يعني عشان واحد يحط كريماتها وعلاجها كثير مكلف، لانه عندك يعني بعيد الشر عن اي حدا كريمات الحروق، يعني بدك تحكي مثلا ابسط كريم، في مثلا كريم اسمه ميبو 5-6 دنانير، بس المشكله بصير في سكارز وكريمات تبعت الندب حقها بتحكي عن 30-40 دينار، وبده يكرر الواحد لفتره كذا شهر، فالحرق اللي عشان الواحد يعني يقلل تكلفه شراء بمره واحده بحق القربه ممكن لا سمح الله يدفع اكثر من 100 دينار حق علاجات للحروق وغير الالم وغير الالتهابات وغير الالم النفسي حتى. فيعني هاي هيك نصيحتنا، نصيحه يعني صغيره كانت بغنى على انه يفوت بكل هاي المتاهه. خلينا نقول بانه الاستعمال الصحيح للقربه كبدايه هاي الصوبات هلا هذا موضوع لحاله. هلا في عندنا نقطه يا سالي، الناس بيجون على الصيدليه محروقين والمشكله الحرق تبعهم زاد سوءا بسبب الاستخدامات ايش بيحكوا الطب الشعبي او الطب او الاشياء الخروع زي مش عارفه ايش. هي حطيتي ايدك على الوجع، اول ما ينحرق الشخص يعني بدنا نعطي زي كيف تبس صغيره لما لا سمح الله الواحد يتعرض لحروق في البيت. هي عاده زي ما انت حكيتي من الصوبه، ممكن الواحد عم بزيح إشي، وممكن اذا المشبك اللي على تبع الغاز اذا الواحد يزيح ممكن هاي نحن كل البنات بالغلط بننحرق منها. صح. ففي إشي اساسي الواحد لما ينحرق لازم نسالك اياها سالي، الواحد اذا بنحرق بحط ثلج ولا مي على المنطقه؟ ثلج. غلط. معناته غلط. عشان هيك في عندي اشياء لسه ما عاد من زمان، يلا ليش تروح بروحي يعني خلص جبت لها كل انواع الادويه في الدنيا على الفاضي. هي هاي النقطه. فاول نقطه تخيلي انه الواحد لما يتعرض لحرق ممنوع يحط ثلج، لانه الاصابه رح تصير اذا انت اكيد سمعتي فيها حرق الثلج، فبتصير في تقلص شديد في الاوعيه الدمويه، واصلا كان متعرض لحراره كثير عاليه، فبتصير مشكله التفاقم بالحرق نفسه. فاول نقطه الواحد لازم يحط ايده بمي بارده مش بثلج، ويتركها من 10 دقائق ل 20 دقيقه أو دول حاطتها في مية باردة بس مش شديدة البرودة. فنحن عندنا يا هاي معتقد عند المعظم إنك أنت حط إيدك بالثلج، وإذا بدك أنت ما كان عندك غير ثلج مثلا لازم تغلفه بماشة أو تحط فاين حواليه عشان ما يجي برودة عالية على المنطقة لمنطقة محروقة. الماشة أو الفاين أو الكلينكس اللي بتحط عليها بتكون في عليها دواء أو شيء؟ لا لا، قصدي إنه الكيس الثلج هو هذا، افرض بدك تحطي مباشرة ممنوع تحطي مباشرة، لازم يكون يعني في حاجز زي ما حكيت لك بكون يا بشكير او انه فاين عشان ما يحرق الثلج ما يعمل حرق للمنطقه نفسها. فاذا هاي اول نقطه عندنا اياها. طيب هلا في كمان ايام ناس بيعلم على جسمهم، يعني مش حروق بس بيكون بيعلم من الصوبه اكثر مثل اكسات بيكون اسمه بعض المشاهدين اكيد صار لهم هاي حالها ابسط شوي، بس نحن عندنا المشكله اللي يعني هاي علاجها انه بس الواحد يخفف تعرض للصوب. ما في صوبه بتقدريش تدفيك الا اذا لزقتي فيها، ما عن جد عندنا هوس فيها نحن. ما بتدفي الا اذا لزقتي فيها، هي لازم هو فعليا بالحاله المثاليه لازم بينك وبين الصوبه متر متر متر، لانه مش كلنا بنقدر يعني بس كلنا بنعبطها نحن نعبي تدفئه. وهلا يعني مع الغلا ومع الكورونا بنضلنا لازقين بالصوب. هو الواحد يبعد في اشياء ملابس اسمها ثيرمال
كلوتس، هدول بيكونوا نفسهم هي فايبرز تبعتها بتدفي كتير كتير، فهي بتقلل انك احتمالية تضلك ملزقة في الصوبة، يعني غير عن القماش العادي بتكون ممكن محلات الأواعي عندهم إياها، بتكون هي أصلا مبطنة بطريقة معينة بتعمل دفع للجسم وتمنع فقدان الحرارة، فممكن هاي تساعدنا حتى ما نضلنا ملزقين وتزيد احتمالية الإصابات. بس سالي عشان أحكي لك نسألك برضو شغلة تانية عن الحروق، تحبي أسألك؟ الله يستر نمتحنك نمتحنك فيها. حكينا أول شغلة إذا الواحد بنحرق بحط إيده ب مي باردة مش ثلج مش ثلج. طيب تاني شغلة، الواحد لما يتعرض لحرق بيحط بيقدر يحط فازلين أو هيك ولا لازم كريم خفيف؟ أنا اللي بعرفه إنه كريم خفيف صح 100%، ومش اي كريم، انا دائما بحط كريم تبع الحروق صحيح عشان ما يعني ما ابالغ او ما اخف ما تزيد المشكله تفاقما يعني صح. نحن عم بيجينا برضه حاله سيئه كتير، الناس بيكونوا محروقين برضه، هي هاي من اللي نحن كنا بجوز نسمعه ونحن صغار او اللي بنقراه على بجوز بنشوفه على السوشيال ميديا، بحطوا كوكونات اويل او بحطوا زيت او بحطوا زبده. مزبوط ولا لا؟ كتير سيء، لانه مشكلتها عم بيحبس الحراره تحت الجلد، فبصير عندنا اياها اول شغله عندنا اياها بتزيد قوه الحرق، وثاني شغله الشيء الكثير كثيف المش طبي بزيد احتماليه نمو البكتيريا في منطقه محروقه، فمش احسن خيار. هو دائما جوجل فيه كثير حكي يعني سوري حكي تخبيص بيكون صح. بيكون انه اي حدا مجرب شغله ممكن تزبط له هو ما بتزبط على غيره، فعمليا بيعطي نصيحه غلط صحيح للشخص اللي قدامه. تجينا نحن حالات طبيه كثير سيئه من هاي الموضوع، برضه بحطوا بياض بيض سالي. لا انا هاي ولا مره سمعتيها نحن برضه عم تيجينا بس بتاكل هي هاي هلا بحطوا بياض البيض بحكوا عشان فيه بروتين عشان يغذي المنطقه بس مشكلتها بيكون هاي فيها بكتيريا كتير وممكن يصير في عنا التهابات. في كمان معجون الاسنان سمعتي عنه؟ هذه طبعا انا برضه يعني كنت اسمع فيها بس ولا مره استعملتها هلا هذه غلطه كتير كبيره. هلا ايش الفكره؟ هو عاده لما يستخدموا معجون اسنان لانه فيه منثول فيه النعنع بحس انه برد المنطقه، لكن هو عباره عن كيميكلز اصلا حاميه، فالحرق بزيد حرقين. ممكن بهاي الاشياء ممكن الناس تستعملها يصير في تدخل طبي بالموضوع فيما بعد تفاقم الحرق؟ طبعا رح يضطر مثلا يروح على دكتور، ممكن يصير عنده سكارز او الندب اللي حكينا عنها مزمنة؟ اعتمادا على درجه الحرق، في 4 درجات من الحرق اعتمادا عليها. فنحن عندنا اياها ممكن نعطي نصائح سريعه للناس اذا تعرضوا للحرق. اول نقطه اذا لا سمح الله تعرضوا للحرق ميه او بخار او من الصوبه او مسكوا شيء ساخن، اول شيء ما يحطوا ايدهم بثلج، حطوها بمي بارده. ثاني شغله انه بعد هيك لازم يحطوا ماده تعمل ترطيب سريع للجلد مثل الالوفيرا الصبار، وكريمات هي بسيطه موجوده بالصيدليه تكلفتها مش عاليه، بتوقع لازم كل بيت يكون فيه منها، مثل كريم اسمه ايالوسيت او كريم اسمه ميبو، هدول موجودين لازم يكونوا في البيت ستاند باي ينحطوا مباشره على الحروق. ثالث شيء لما يصير في عنا دائما بيسالونا بنغطي الحرق او ما بنغطيه، هذا دائما بيسالونا السؤال. بخليه مكشوف يفضل انه يتغطى. اوكي يفضل انه يتغطى بس ما بنغطيه بقطن، يعني برضو هاي نقطة كتير أساسية، القطن ممنوع ينحط على أي جرح أو أي قطن. كيف بتغطى؟ عادة في إشي اسمه جوز أو الشاش الطبي المعقم لأنه ما فيه، إذا بتنتبه القطن له زي الشعرات المنكوشين هدول، عادة إذا على منطقة مفتوحة بتعملي هيك بضل في ألياف صغيرة جوا فبصير في التهاب. أوكي. فنحن لا نفضل أبدا 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 نستخدم قطن، فلازم نستخدم الشاش المربعات المقطع موجود بالصيدلية، بنحط طبقة الميبو أو الكريم وبنحط فوق الشاش القطع تتسكر المنطقه. وعاده بصير كمان في الفقافيل هذول الفقاقيع فقاعات، هذول الفقاعات برضه الناس بيسالونا نفقعهم ولا ما نفقعهم؟ لا والله ثاني يعني مجرد الفكره هيك زعزعه الفكره لانه يعني ممكن تكون هي معبيه مي ففكر انه اسلم حل وانسب حل انه يفقعوها. صح عاده الناس بيجوا بيحكوا لنا نفقعها نقشطها، الجواب لا، ممكن الدكتور انه ممكن يشوف اذا انها مساحه كبيره هو الدكتور يتدخل بتدخل طبي. نلتني على الهواء بس ردت فعلي رح تكون غير هيك فانه هو ممنوع انت تقصتها لحالك، لازم الدكتور وبرجع يسكر لك اياها. طبعا ممكن الواحد ياخذ مسكنات للالم مثل البانادول او الادفيل او البروفن. لدرجه توصل مسكنات للالم مؤلمه بشده، يعني خاصه هذا الحرق تبع القربه عن جد بتعذبه نفسيا، وألم ألم شديد. وآخر إشي حكينا يبتعدوا عن الـ يعني المعلومات الطبية المغلوطة المنتشرة على الإنترنت. فهيك نحن مبدئيا بنكون غطينا الأشياء الأساسية المرتبطة بالحروق اللي بنشوفها نحن بشكل يومي، خاصة مثل ما حكينا حرق الصوبة أو حرق قربة المي بالشتاء. طب أنت بتنصح الناس بفصل الشتاء؟ هذا سؤال برضو هيك إنه يعني استحمام اليوم يكون مي سخن كتير خاصة بفصل الشتاء، يعني منقدرش يعني منطول قبل ما ندخل المي خلص نطلع لآخر تكة، تنصحي انه يكون استخدام مي سخنه يعني
اكيد يعني رح احكي لا، بس انه الناس كثير ما بتعرف هاي النقطه. هلا بيقدروا يستخدموا المية الساخنه بس انها ما تكون تعمل حروق يعني، واهم شيء ممكن تعمل حروق. نعم. عن جد خلال الحمام يعني بتصير مثلا مش حروق معنى كلمه حروق، لانه هي مثلا اذا وصلت الحراره فوق ال 70 هيك الجسم ما رح يتحملها فوق ال 50 بين ال 50 وال 60 بالكثير. في نقطه اساسيه بانك انت بتهتم بموضوع البشره والشعر، المي الساخنه عدوه الشعر جدا والبشره، بتسحب الرطوبه وبتعمل ترهلات فسيئه يعني برضه من جانب كمان جمالي خلينا نقول، بتسحب كل الجماليات اللي من الشعر والبشره وعم تعمل مصطبه الاشياء كيف رح تطلعوا فالشعرات يعني حاولي انك ما تحطي عليهم مي كتير ساخنه. صح مزبوط. رشا احنا بدناك تعطينا نصيحه اخيره للمتابعين لحتى يتجنبوا يعني لا سمح الله حالات الحروق و هلا نحن عاده يعني هي عالميا اكثر حالات الحروق بتكون الاعمار الاقل من 5 سنين وفوق ال 65، هدول الحالات او الفئات الاكثر عرضه للخطر. فعاده الام دائما بنحكي لها انه اهم شيء تنتبهي انه على اولادك وانت في المطبخ او وقت الصبات انه ابعديهم عن حوالين المنطقه هاي وضلك حاطه عينك عليهم. أكيد. الكبار في العمر لانه عاده بكون عندهم سكري ما بينتبهوا على هاي الحروق، فانتبهوا على اقدامهم، انتبهوا على اطرافهم، انتبهوا على هاي المواضيع كتير. اللي عندهم سكري متأسفة أنا بتحكي بالتالي بس أتذكرية، اللي عندهم سكري ما بنتبهوا إيه بكون عندهم إحساس بالأطراف أقل. أقل. نعم. فهم بيصير عندهم حروق وجروح ما بنتبهوا عليها وبيصير عندهم التهابات ولا سمح الله بيصير غرغرينا وبيصير لا سمح الله بتر للأطراف ممكن نتيجة إصابة كتير صغيرة. فالعادة حتى بتيجينا هاي الحالات بكون حرام العم أو الأنتي بتكون عم بتدفي حالها كتير على الصوبة وهي مو حاسة لأنه هي فعليا كتير بردانة بتكون أو مش حاسة بأطرافها. فممكن يصير عندهم حروق ومش منتبهين فيه عليها. إحنا بكون عندنا الوضع الطبيعي منحس بالحرق، هم بيكون إحساس أقل فممكن لا سمح الله توصل لغرغرينا نتيجة إصابات زي هيك. النقطة الثالثة عندنا إياها إنه الأشخاص اللي حكينا اللي بيستخدموا بدهم يكون عندهم حالة برد شديدة وهيك بيقدروا يستخدموا مثل ما حكينا القرب. ممكن نبعث لكم الفيديو كيف إنه الواحد يعمل قربة في البيت أو إنه إذا بده يشتري قربة من الصيدلية يشتريها. أهم إشي نوعية تكون جيدة، ما يشتروا نوعيات أقل جودة. يعني ممكن الألمانية سعرها 8-9 دنانير لكن بتحمي لا سمح الله من حروق ممكن تكون كتير مكلفة. فنحن دائما بنحكي الغالي تعرفي والغالي رخيص لانه رح يوفر عليك لقدام لا سمح الله تكلفه كثير. واخر شيء حطوا في البيت علبه اسعافات اوليه هي تنحط فيها القطن، الشاش، كريم ميبو. للحرق ميبو، الالوفيرا، الصبار يعني الجل. هدول الاشياء صراحه لازم تكون دائما هيك يعني برضه هي تكلفتها مش عاليه بس لازم الواحد يحط صندوق اسعافات اوليه في بيته عشان ما بيعرف الواحد لا سمح الله امتى ممكن يتعرض لهيك اشي. يعني حتى الزئ الجروح ما نحطه على الحروق. لا لا أبداً. هي شاش يعني هي لو بدنا نحكيها لخطوات لناس هيك ممكن نلخص لهم اياها، غسل المنطقه بمي بارده، بنحط كريم حروق مثل ميبو او ايالوسيت او هدول الاشياء الموجوده، بنحط فوقيها مش قطن، بنحط فوقيها شاش مربعات او بشكير. إذا بدنا هاي إذا بدنا نحط مي باردة وواش تلج عليها، بس إذا بدنا يعني تكفر المنطقة بنفضل نحط عليها الشاش المربعات ونرجع نسكرها في باندج وبده يصير عليها الغيار كل يوم أو يومين. طبعا هذا لا يغني أبدا عن زيارة الدكتور إذا كانت الحرق لا سمح الله في منطقة الوجه أو منطقة الصدر أو منطقة يعني المفاصل، هاي لازم الواحد يرجع لدكتوره. فنحن هيك بنكون مبدئيا غطينا الأشياء الأساسية وإن شاء الله يا رب ما حدا يتعرض لا حرق ولا لألم الحرق النفسي والجسدي فعليا. إن شاء الله يكون في استخدام آمن طبعا لوسائل التدفئة. يعني رشا عن جد دائما هيك بتنورينا بوجودك حبيبتي يا سالية ونصايحك عن جد. وأنا كتير بنبسط إني عم بشوفكم أحلى فريق والله ويعني هيك فقرة لطيفة وغنية بالمعلومات. حبيبتي عن جد شكرا كتير لك يا رشا على حضورك وإن شاء الله بنشوفك كمان مرة كمان مرة إن شاء الله إن شاء الله. وبنبعث لكم هاي الفيديوهات تبعت كيف تتعبى القربة ضروري وكيف تنعمل قربة منزلية كتير منيح. حبيبتي. شكرا لك كتير رشا، حبيبتي شكرا على نصايحك الرائعة والمفيدة جدا. ثانك يو سالي.